يحكم الثلاث نقاط في هذا اللقاء ما هياش الغرض الاساسي للفريقين، ولكن الغرض الاساسي معنوي وتاريخي. والنادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم عاوز ينهي الموسم وهو يحتفل بالدرع، ونادي الزمالك بيحاول النهارده انه يستعيد ثقته وثقه جمهوره. وهنشوف النهارده، ويصفر الحكم الدولي زبير نويره باعلان ببدايه الشوط الاول. يلعب بوش رجله الخارجي، تعدي لعادل عبد الرحمن، انما يقطع معتمد. بيهاجم عادل، تخبط في عادل وتصلح لفيليكس، يلعبها بدماغه ضعيفه. صبري يلعبها عاليه و يخش عمرو، يطلعها من الناحيه الثانيه اليمين، يلفها وعاليه تسقط على الشبكه من بره، وتبقى ضربه مرمى للنادي الاهلي. ادي خشبه بتخطف من رضا، ياخدها صبري ويعمل فاول. ادي خشبه، ضربه حره مباشره لنادي ازمه، وتتلعب على طول، انما الحكم بيدي انذار، انما الشيشيني يلعبها ضعيفه في ايد احمد شوبير. لحازم امام، للغندور، الغندور عكسيه، يطلعها على طول. ادي خشبه تروح للغندور مره ثانيه، يلعبها لصبري، وصبري يلعبها يمسك على طول احمد شوبير. نادي الزمالك وتتلعب لصبري، وصبري لحسين عبد اللطيف اللي واضح ان هو مفتاح لعب من ناحيه اليمين حسين، ويلعب كوره عرضيه على طول يطلعها عاليه، ويطالع احمد شوبير وتسقط الكوره، وابراهيم يقطع ويلعبها في المكان الخالي لعادل عبد الرحمن، انما يخش سامي الشيشيني لفيليكس وعلى طول مدحت عبد الهادي يقطع، وتروح لاسماعيل، اسماعيل عرضيه لصبري، صبري عاوز يشوط، اتاخر يخش وعمرو الحديدي ويتزحلق. برافو اسامه، واسامه العادل، وعادل يشوط ضربه مرمى لنادي ازمه. يلعبها رضا، يقطعها حسين عبد اللطيف، وتروح لحازم، ويعدي حازم وماشي، وبيريحها للغندور، ومعاه ابو الدهب، ياخدها ابو الدهب وتروح لابراهيم. وهذه خشبه، النادي الزمالك ناجح الى حد بعيد في انه يقطعها لغايه دلوقتي، وتتلعب الكوره وتروح لصبري، يلمها صبري بجنيه، اسماعيل يوسف ناحيه اليمين، يلعبها لاسماعيل، ويلمها اسماعيل، ويلعب كوره عرضيه يطلعها على طول ابو الدهب بدماغه، وتروح لاسماعيل مره ثانيه، واسماعيل لحسين عبد اللطيف، وحسين يلعب، تتقطع كوره، انما لنبيل محمود الواقف في الناحيه الثانيه، ده اللي هنشوفه، يلعب على طول في نص الجوين احمد شوبير يمسك. داخلين على الدقيقه 20 من الشوط الاول. يوسف ماشي، اسماعيل ومعدي وماشي، وعدى وماشي اسماعيل، يلعب كوره للغندور، يلعبها بالعرض لمحمد صبري، انما تطلع ضربة مرمى لنادي الأهلي. أخطر فرصة في المباراة من تمرير إسماعيل يوسف زي ما حضراتكم شايفين لخالد الغندور، وخالد يلعب كرة عرضية برازيلية، وصبري عاوز يلعبها جامدة من غير ما يركز، ضربة مرمى لنادي الأهلي. حر في نص ملعب ما عليهوش رقابة لغاية دلوقتي، عشان كده صبري وإسماعيل وسامي الشيشيني بيتحركوا وبيتنقلوا الكرة من الخلف الأمام بسهولة جدا، أو زي ما حضراتكم شايفين في رقابة من نادي الزمالك برضه، وتروح لابو الدهب، وادي جهاز الكرة هو حسن شحاته، وعادل لرضا، وماشي رضا، ومعاه مدحت عبد الهادي، توصل الكرة لعادل عبد الرحمن ويشوط، وضربة مرمى، ويخش محمود ابو الدهب، وضربة مرمى لنادي الزمالك. القناة الأولى صبري عكسية لحازم، يلمها حازم و يعدي، انما يخش على طول ابراهيم ويقطع، وتطلع كوره بره الملعب او ترمي التماس للنادي الزمالك. تتلعب لصبري، انشط لاعبي الفرقتين، صبري عاوز يسقطها لحير حنفي ماشي، انما يقطعها اسماعيل، والشيشيني يلعبها للغندور، وماشي الغندور، ماشي الغندور، ومعاه هادي خشبه، وبيجيله اسماعيل ويشوط الغندور، وضربة مرمى للنادي الأهلي. حازم
طول لصبري، وصبري عاوز يلطش على طول ضربه مرمى للنادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم ورضا عبد العال يلعبها لهشام حنفي، وهشام حنفي من على خط المرمى يلعب كره عرضيه يطلعها على طول مدحت عبد الهادي باول غزوه للنادي. حازم عاليه واللاين زمان هناك مشاور ان الكوره تعدت خط المرمى، فبيعتمد على امتصاص حماس الزمالك والكرات الطويله من الخلف للامام، واثنين فراوده بس فيليكس وعادل في وسط اربعه من الزمالك انعدمت خطرته. واخيرا يصفر الحكم التونسي زبير نويره بانتهاء الشوط الاول. الزمالك في الدقيقه الاولى واطاح بصبري الكره خارج المرمى وحصل انفرادين كاملين للنادي الاهلي، وطلعت الكره بغرابه شديده فوق العارضه من هجمه اكيده لعادل عبد الرحمن. وخالد غندور عرضيه عاليه يطلع فوق بدماغه، ضربه مرمى الزمالك. واخيرا اسماعيل يوسف في الدقيقه 39 للخشونه مع رضا عبد العال. حلوه، والحكم والله مره في ايده جوه الجول. الجول الاول لنادي الزمالك يجيبه سامي الشيشيني اعتقد. هنشوف مين تاني مره تانيه. الهدف الاول لنادي الزمالك في الدقيقه 10 من الشوط الثاني. كره مرفوعه عرضيه جميله قوي هنشوفها مره ثانيه، وبشماله محمد صبري عاليه ويطلع على طول فوق ويلمس بدماغه جوه جون. الجون الاول لنادي الزمالك يجيبه نبيل محمود متخصص ضربات الراس في الدقيقه 10 من الشوط الثاني. الماتش هيحلو جدا والحقيقه نبيل محمود. وهذه الحاجه وفاء فاضل مره ثانيه، محمد صبري بشماله من عابرات القارات عاليه يطلع فوق على طول رقم 5 نبيل محمود. الهدف الاول لنادي الزمالك في الدقيقه 9 من الشوط الثاني. حلوه. كنت بقول لحضراتكم ماتش النهارده قد يكون الاهلي بطل الدوري صحيح، ولكن ده دوري خاص بين الاهلي والزمالك. الاهلي بيحب ياكد دعمته لكره القدم المصريه باعتباره حاصل اللقب للعام الثاني على التوالي، والزمالك يهمه النهارده ان هو يستعيد الثقه على حساب الاهلي وتبقى دفعه معنويه له في كاس مصر. هنشوف احداث اللقاء هتسفر عن ايه في ال 35 دقيقه. نجم الزمالك في الشوط الاول وكرة حلوة قوي يطلع نبيل محمود وفي الهواء وعرضية وبدماغه وفرصة حلوة عادل عبد الرحمن هو اللي رفع وادى المرمى، ادى هو الهدف. كابتن حسن شحاتة طبعا الماتش ده بالنسبة له بيمثل تحدي كبير. ضربة حرة غير مباشرة لصالح نادي الزمالك من ناحية الشمال. يمكن النهارده برضو الأهلي بيجرب لأول مرة عادل عبد الرحمن في مركز رأس الحربة، هو كان بيلعب في المركز ده في فترة ناشئين وأيضا في الدرجة الأولى، إنما النهارده هو بيجربه كرأس حربة يعني جديد عليه بالنسبة للموسم ده والموسم اللي فات. وأنا شايف بعض جماهير النادي الأهلي يظهر في كلام مع اللاين مان قال للحكم، الحكم أخد الكورة ودخل وسط الملعب، قرر يا ريت تدي فرصة للحكام يحكموا وللعيبة تلعب. الحكم ما هوش مسؤول عن هو يجيب لك جون، لعيبتك هي المسؤولة عن ده، وفي نهاية الأمر الأفضل في الوضع الطبيعي هو اللي بيكسب. وراح شوبير لجمهور النادي الأهلي العظيم طلب منه الهدوء، وراجع شوبير على مرماه وحوار مع الحكم التونسي زوبير نويرة اللي هيستأنف اللقاء فورا إن شاء الله مفيش حاجة. رضا عبد العال، رضا عبد العال طويله لعادل مقطوعه على طول في وسط الملعب، ماشي رضا عبد العال وداخل 18، رضا وضرب الجزاء رضا عبد العال، ضرب الجزاء للنادي الاهلي. جمال رضا ومعتمد يخش من ورا نبيل محمود اللي جاب الجول، ووليد صلاح واقف بره برده بيسخن، والحكم ادى الاشاره وهي مسدوده. يا نادر يا جول ابراهيم حسن من واحده من متابعاته الكبيره قوي بيلم مره ثانيه وعرضيه وشوطه بره ابراهيم حسن. برافو يا ابراهيم. اشرف يوسف ماشي وعايز يشوط وينقلها لحازم امام، وحازم امام فوق
تبقى ضربة مرمى للنادي الأهلي. هو اللي هيعمل التغيير في الزمالك، هنشوف مكان مين. أسامة نبيه من اللعيبة الكويسة قوي الحقيقة اللي أثبتت برضه جدارة في نادي الزمالك وفي المنتخب الأولمبي. وأنا شايف حازم إمام هو اللي طالع رقم 9، طالع نبيل محمود وعالية وبدماغه سامي الشيشيني، إنما على الأرض ضعيفة. 9 وللأهلي إبراهيم حسن في الدقيقة تقريبا 30، وشوطة حلوة يا ولد. وكابتن عبد الرحيم مساعد مدرب نادي الزمالك بيوجه فرقته في الدقائق الحاسمة والدقائق الصعبة. ماشي ياسر، ياسر ريال، ومعدي ياسر، ومعدي يا فرصة كبيرة قوي قوي قوي، طويلة في اليمين وهجمة سريعة وخطرة جدا من ناحية اليمين معتمد جمال، عرضية خطرة بدماغه مرة تانية فوق ويطلع وتنتهي الخطورة وينتهي اللقاء ويصفر الحكم الدولي التونسي زبير نويرة بنهاية أحداث الشوط الثاني بتعادل الأهلي والزمالك 1-1. أحرز لنادي الزمالك نبيل محمود بضربة رأس رائعة جدا.